اليوم غادي يكون معنا ماكرو اللي هو السي محمد ماناجر و هيد اوف كوتشز ديال ام سي اس افريكا اللي سوكوب دو تو سكي فري فاير ليكيب يعني لا جيستيون ديال لي سكريم جو بونس تقدر تقول لنا اكثر على شنو كدير بالضبط في فري فاير زعما الميسيون ديالك كنشكرك سي يوسف على الاستضافه ديالك وكنشكر الجمهور ديالك من هذا المنبر هذا. بالنسبه لي بريباراسيون ديالنا ديال لي سكريم ديالنا تقريبا دابا دايرينهم ماشي يلا بديناهم دابا باسبوع ولا شهر تقريبا دابا 5 شهور باش بعدين غير هو فهاد الشهرين الاخر تزاد الوتيره ديال التدريب بدينا كناخذهم بواحد الشكل يومي تقريبا شي 3 ساعات ونص بالنسبه لكاع لي مونبر ديال الكلون ديالنا حيت حنا عندنا كلون تقريبا فيه 50 شخص ولكن بالنسبه للدراري لي سكواد اوفيسيال اللي كاينه في لا ليغ راه كياخذوا تقريبا 5 سوايع ابار كنديروا البريفينغ ابار كنريحوا كناقشوا لي نوسيون تاكتيك لي فورماسيون ديالنا اكسيتيرا الى اخره. كيفاش دايرين الاجواء في هذه الايام قبل جو بونس باقا شي يومين ولا 3 ايام على لا كروند فينال كيفاش كيكونوا الاجواء في ام سي اس افريكا؟ انا غادي نبدا لك ماشي بيومين في 3 ايام نبدا لك باسبوع دابا قبل اسبوع تقريبا بدا الدراري كياخذهم واحد شويه ديال ستريس واحد شويه ديال التخوف كيشوفوا كي اللي الثقه ديالو كتبقى ستابل كي اللي الثقه ديالو شويه كتبدل ولكن دابا حاليا في هذا الوقت اللي انا كندوي معاك الحمد لله الدراري ولاو مستعدين ومتحمسين وتقريبا دابا غير كنحطوا غير شويه النقط الحروف واجدين ان شاء الله لهذا الفينال ديال 13 مارس وان شاء الله نشرفوا المغاربه والعرب كاملين في العرس العالمي اللي غيكون سنغافوره ان شاء الله. دونك نذكركم الدراري باللي جو بونس كاينين 6 ديال الماتشات ياك غادي يكونوا 6 ديال الماتشات ديال لي ماتش في 3 ديال لي ماب في 3 ديال لي ماب واش كاينين شي دي ماب اللي كتكونوا متاكدين منهم انكم غتربحوهم زعما كترينيو عليهم كتكونوا عارفين راسكم غتربحوا في هذوك لي ماب؟ طبيعة الحال دابا في العالم كامل كتلقى واحد التيم اللي هي كتكون ديما فابوري في واحد الماب كتكون الطاكتيك ديالها ولا كتكون هذيك الماب بالنسبه ليها بوين فور فيها في لي كومبيتيسيون كل فرقه كتلقى عندها ديما مثلا بورسونتاج ديال باش تكون في لي توب 3 في هذيك الماب كتلقى ديما 80% 70% 90% على حسب الفرقه حتى حنا عندنا ماب اللي كيبان لينا حنا ديما كنكونوا كنجيبوا لي توب فان مزيانين والحمد لله دابا في هاد الماتشات اللي دازو حتى لي 3 ماب خدمنا عليهم مزيان باش يكون كلشي نفس النيفو باش ما تكونش عندنا بالنسبه لينا شي ماب فابل ولا ما نقدروش نلعبوا. داك غادي نرجعوا شويه للور ديال قبل ما توصلوا للفاينلز في لي بلاي اوف كنتو ساليتو نتوما الاولين في جروب ديالكم كيفاش كيفاش دازت هذيك المرحله ديال البلاي اوف؟ واه لي بلاي اوف قصة كبيرة كان واحد التغيير عاوتاني في واحد الوقت اللي كان صغير بزاف. دابا حنايا ك ام سي اس افريكا نتا متبع معنا عارف الفرقة تقريبا راه ماشي قديمة بزاف يعني روستر جمعناه تقريبا 15 اليوم قبل ما يبداو المنافسات ديال الليغ ديال مينا يعني الماتش الاول ديال الجروب ديالنا جينا فيه في توب 6 على توب 12 وخا هكاك جينا حنا الاولين في الجروب حيت كان ماتش قاصح ولكن حتى حنا باقي يلا كنسينكرونيزي وباقا المجموعه ماشي هوموجين. بالنسبه للماتش الثاني كان داكشي غراف جبنا الطوب 11 كنا نجيبو الطوب كاع فهمتي كانوا مشاكل كان نزاعات بين الدراري اللي لاعبين الوغ من تما عرفنا المشاكل فين كاينين خدمنا عليهم خدمنا على التيشيك اللي كيلعب دور والمورال ديال الدراري ودرنا ليهم دي زاتوليي باش يخدموا اون جروب افار فري فاير باش يولفوا على يكونوا ايكيب وحده ومن تما بدينا كنطري هارديو من وراها جبنا التوب 1 من وراها جبنا واحد الروكور اللي ما كاينش في العالم كاع اول واحد ايكيب دارته في كاع لي ليغ هي جبنا ثلاثه ديال لي توب 1 متابعين شي وجبنا واحد الروكور ديال فوق 200 نقطه هذاك الشيء علاش الناس فهمتي عرفونا غير في ليغ ديال مينا بداو كيسمعوا بينا في البرازيل في اندونيسيا ومن تما ولينا فافوري لهذا الفينال. اوكي انا عندي واحد السؤال اخر دابا انا شفت شويه في لي كاش برايز وداك الشيء وبانت لي واحد الخانه في لي كاش برايز تاع الام في بي ديال الام في بي كل ماتش كيكون عنده كاش برايز واش انا عندي واحد السؤال واش فاش الجوار كيلعب على باش يجيب الام في بي ما كيخسرش شويه استراتيجي؟ بيان سور بيان سور هذه من بين النقاط اللي دوينا عليها وناقشناها
ان ال MVP كتجي عندك ماشي انت اللي كتحاول ديرها، كتلعب مع الجروب ديالك، كتلعب مرتاح، كل واحد كيدير لو رول ديالو. حنا بالنسبه لينا الجروب ليكيب ديالنا هي اللي كتطب احسن، ولكن الا كانت ليكيب طوب 1 وفيها واحد منا MVP راه بحال نجحنا كاملين. ما خاصش الواحد يفكر في هذه القضيه ولا يمشي في هذاك الكونتي ديال الانديفيديوال، ديما خصو يكون هوموجين مع الجروب ديالو. بعد المرات واخا يخرج بزيرو كيل كيل وحده يساكريفي في الزون غير باش يدخل صحابه، المهم هو ليكيب ديالو توصل كيكون سينيور. سوبر. شفت بلي واقيلا غادي يكون شي لايف قبل من لا فينال. لايف غنبنا في انستغرام اي جيس عندنا حنا عندكم نتوما يا هو البوبليك يطالبنا بهذه القضيه، ولكن حنا كنفكروا فيها فهمتي، كنشوفوا فيها مع مسيو البريزيدون واش نقدروا نديروه، واش حيت البوبليك حتى هو باغي يعرف بزاف ديال الحوايج. ومن هذه المناسبه كان مزيان اننا كنديروا هذا الانترفيو حتى لا ما قدرناش نديروا اللايف، غير يعرفوا بزاف الحوايج من هذا الانترفيو هذا، حيت ما كنبغيوش نشوشوا على الدراري اللي لاعبين. وبحال نقول هذا بوت كومب فيرم فهمتي، لا ما نبقاو هذا الدراري خصهم يبقاو كونسونطري على الماتش ديال الكاس. داكو، لاحظت واحد الحاجه سيكو ان فاش كيكونوا لي بوت كامب الدراري ما كيستريميوش بزاف ياك. اه هادو من اللي من القواعد اللي كتحطوهم قبل من لي فينال ديال بيان سور بيان سور بيان سور. حنا دابا كنقول واحد الحوايج اللي هما عاديين غير هاد لا ليغ باقا ماشي برو ليغ، دابا في سيزون 4 حنا في سيزون 3 ولا في سيزون 5 غادي تولي برو ليغ. لي زيكيب اللي هما ماشي كاملين اللي كينافسونا ماشي غير كيديروا ستريم سنايب، راه كيديروا شي حوايج اللي كثر من ستريم سنايب باش يشوشوا عليك. راك عارف هذاك الشيء ديال العرب، لكن انت كتعرف كوره بحال كتلعب في الشامبيونز ليغ ديال افريكا كيكونوا واحد الحوايج واحد الخبايا اللي هما صعاب. هذاك الشيء اول حاجه بدينا بها. حنا عندنا جوج دراري اللي عندهم بيبليك كبير لا شمال لا عالي اللي هما كيستريميو، لا بدينا كنستريميو هذاك الشيء السكرين ديالنا غادي يكون مشكل كبير، غنشعر غيديروا لينا ديال كونتاكت تاكتيك في الماتش ديالنا. هذاك الشيء علاش حبسنا ستريم دابا شهر وكنستريميو غير لي ماتش اللي مكنبينوش فيهم التاكتيك ديالنا وخدامين على الطريق. يا يا سي سوبر. هاد الشيء اللي كان عندكم اسئله، الا كان عندك شي ميساج ولا شي توقعات لهاد الفينال، شي ميساج لكاع اللي كيتبعوا ام سي اس افريكا. بالنسبه للناس اللي كيتبعوا ام سي اس افريكا ولا لي فان ديالنا ولا حتى الناس اللي ما متبعينش ام سي اس غير هما فان ديال الجيمز وديال الاي سبور ولا كاع المغاربه ولا كاع العرب، عندكم واحد ليكيب اللي هي دابا كتنافس في الفينال هاد السبت هذا ان شاء الله الا ربحنا غنمشيو باش نشرفوا المغرب ونشرفوا العرب كاملين في سنغافوره في الكوب دي موند ديال فري فاير. نتمنى من كلشي يساندنا ويشجعنا ونتمنى لينا التوفيق ان شاء الله.